المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه، ينقل في أحواله، لاحظوا الجهود. يقولون أنه في يوم من الأيام دخل عليه رجل من أهل العلم، هو كان دأب احترام الجميع، كل مؤمن كان يحترم عنده، ولكن احترم هذا رجل الدين احترام فائق، احترام لا مثيل له. راح استقبل إلى الباب، ثم ودعه إلى الباب وأجلسه في مكانه وما أشبه ذلك. اللي هذا العمل ألفت انتباه الحاضرين. بعد ما ذهب سألوه أنه سيدنا شنو خصوصية هذا الرجل؟ قال في الواقع هذا الرجل ضحى أكبر تضحية في حياته، أنا وهو كنا ندرس في الحوزة العلمية وبلغ مرحلة الاجتهاد، يعني أعلى مرحلة، ثم أراد أن يرجع إلى بلاده، مثل واحد رايح إلى الجامعة في بلد من البلاد أخذ الشهادة، الآن يريد يعود إلى بلاده حتى ينفع المجتمع. يقول أراد أن يذهب إلى بلاده، في الطريق وصل إلى قرية، صار وقت الظهر ما سمع أذانا، ماكو أذان. سأل أنه ليش ماكو أذان؟ قالوا له ما هو الأذان؟ أذان شنو؟ قال الأذان اللي يؤذن من فوق منائر المساجد. قالوا المسجد يعني شنو؟ تبين أن هؤلاء لا يعرفون من الدين شيئا. ما الذي يفعل هذا العالم؟ هذا العالم يعني لازم يحطم نفسه، هذا معناته، لأنه واحد يعيش في قرية، واحد عالم في هذا الوزن يعيش في قرية كل أهلها ضلال وبعيدين عن الدين، معناه تحطم وما يقبلونه، ما حد ما يقبله، ولكنه إيثارا لإيصال كلمة الحق، الذين يبلغون رسالات الله. بقي في تلك القرية وعانى ما عانى حتى حول كل تلك القرية إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الرجل كان يمكن أن يكون مرجعا للتقليد، ولكنه حطم نفسه من أجل إنقاذ قرية. هذا الرجل جدير بالتقدير. الحقيقة الذين كانوا قبلنا بذلوا وتحملوا وخلفوا هذه الآثار، نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقهم أن يوفقنا أيضا لنتمكن أن نوصل صورة هذه الصفوة الطيبة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، نوصل هذا الصوت إلى العالم كله وإلى الأجيال القادمة، حتى نكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس.